أما الآن سنتعرف على حساب التوفير. ما المقصود به؟ هو عقد بين المودع والبنك، تودع المبالغ بقصد الادخار وتجميع الأموال، وتخضع هذه الحسابات لجوائز شهرية أو أسبوعية أو يومية في معظم البنوك التجارية، وتحسب الأرباح على المبالغ المودعة بعد يوم من الإيداع، ولا يمكن للمودع الحصول على دفتر شيكات. رأينا كثير إعلانات تدل على ذلك، أن يقوم أو لتشجيع العميل لبنك معين يقوم بإعطائه جوائز إما شهرية أو أسبوعية، وذلك لحصول على أكبر عملاء لدى هذا البنك. من مميزاته سهولة السحب من الرصيد والإيداع في أي وقت، إمكانية فتح حساب مشترك باسم أكثر من شخص، إجراء تحويلات إليه إلى الخارج، الحصول على بعض في بعض الأحيان على جوائز سحب دورية على الحسابات. حسابات الوديعة مقصود بها هي عقد بين المودع والبنك، تخضع المبالغ المودعة بموجبه إلى أرباح المتفق عليها مسبقا أو لاحقا. الخدمات التي تقدمها البنوك لأفراد المجتمع ومؤسساته: فتح الحسابات بأنواعها المختلفة، منح القروض الشخصية مثل قروض السكن أو قروض شراء السيارات وغيرها، قبول الودائع، تحويل الأموال، شراء العملات العربية والأجنبية وبيعها، أيضا خدمة الصراف الآلي، تسديد فواتير الكهرباء والماء والهاتف. أرجو منكم حل الأسئلة وإرسالها إلى المجموعة.